بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا النهاردة هناخد رسالة، أصغر رسالة بعتها القديس بولس الرسول، رسالته إلى فيليمون. ورسالة فيليمون دي من ضمن رسائل الأسر اللي هو كتبها في أسره في روما في الفترة ما بين 61 ل 63 64. فطبعا توقيتها هيكون في التوقيت ده، يعني في حدود 62 63، يعني الاحتمال ما تكونش في البداية، تكون متأخرة شوية، لأن هي جت بعد فترة بولس الرسول فيها في روما بيكرز، وواحد زي أونسيموس اللي هو اللي في القصة بتاعت الرسالة آمن على إيديه وبقى خادم كمان، يعني آمن وتعمد وتاب وبعدين بقى كارز مع بولس الرسول وبعته بالرسالة. فمتوقع أن الرسالة دي تكون في حدود كده 62-63. رسالة فيليمون إصحاح 1 و25 آية، لطاف جدا جدا، فيها روح جميلة. الرسالة دي روح جميلة، ومن الرسائل اللي مؤكد القديس بولس الرسول كاتبها بإيده مش بيمليها، لدرجة أنه حتى بيقول في وسط الكلام الرسالة دي أهو بخط إيدي أنا بقول لك، لو كان عليه حاجة بيقول لي فيليمون، لو كان أونسيموس عليه حاجة أنا هوفي الحاجة المادية دي. فالأول هناخد يعني زي مقدمة كده سريعة عن الرسالة، وبعد كده نقراها، وبعد كده ناخد فيها بعض نقط لطيفة. زي ما قلنا أنه القديس بولس الرسول كاتب رسالة من روما من فترة التحفظ قبل ما يدخل لقيصر يتحاكم، وهو في روما في سجنه الأول، وفي حدود ما بين 61 ل 63. وبيذكر معاه تيموساوس وهو بيكتب الرسالة، هو اتعود يعمل كده، يذكر معاه ناس من الخدام معاه، يدخلهم معاه، أنا فلان وفلان كمان معي. مين فيليمون؟ أولا اسم فيليمون باليونانية يعني الحنون، الحنون، وأنسيموس نافع، عندنا تعلمنا كلمتين، فيليمون حنون وأنسيموس نافع، اسم دي الأسماء المعاني باليونانية. فيليمون ده كان من مقاطعة كولوسي، وكولوسي في آسيا الصغرى شرق أفسس، يعني أفسس في أقصى الغرب من آسيا الصغرى على البحر على طول، وكولوسي جوه شرق أفسس بشوية. وبعض التقاليد اتقال عنه أنه هو بقى أسقف لكولوسي في وقت من الأوقات، غالبا بعد الرسالة، ما كانش لسه أسقف أثناء ما قديس بولس الرسول بعت له رسالة، بس هو المعروف عنه فيليمون ده أنه كان بيته كنيسة، زوجته اللي هي أبفية وابنه أرخيبوس، معلش هم دول بس الأسماء، مش هنقول أسماء تانية، بس المهم أن احنا نعرفهم حتى وإحنا بنقرأ نعرف ننطقهم. فيليمون اسم سهل، اسم الراجل القصة بتاعته حواليها الرسالة دي، كان بيشتغل عبد خدام عند فيليمون، ويبدو أنه سرقه وهرب راح على روما، وفي روما نعمة ربنا استضيته عن طريق قديس بولس الرسول، فآمن بالمسيح وتعمد وبقى تلميذ للقديس بولس الرسول وتحول إلى كارز. ففيليمون طبعا ما كانش يعرف عنه حاجة، اتفاجئ أنه أونسيموس جاي له تاني يسلم نفسه ليك عبد، بس برسالة من بولس الرسول اللي هي الرسالة دي، ويقول له أنا عبد، لكن بولس الرسول كتب له في الرسالة قال له بص، لو إن أنا أونسيموس ده، أونسيموس يعني نافع، هو نافع ليا وهيبقى نافع ليك، وأنا كنت عايز أخليه معايا بصراحة يخدم معايا في روما، بس بصراحة أنا مرضيتش أعمل حاجة، ده أنت اللي تمتلكه، طبعا كان زمان في أسياد وعبيد، فلو أنت عايز تبعته لي تاني ما عنديش مانع، أنا أبقى فرحان بكده، بس تبقى بإرادتك الحرة، يعني أنت تقدمها ليك، أنت بتقدمه لربنا، وتنساش طبعا إن احنا بقينا إخوات في المسيح، مفيش أسياد وعبيد. فالرسالة فيها الروح الجميلة دي. المهم أنه فيليمون ده كان في كولوسي، وبيته كان كنيسة ومركز للخدمة في كولوسي، وبقى أسقف كولوسي بعد كده واستشهد.
في بعض الآراء بتقول إن أرخيبوس هو اللي كان الأسقف، بس المحتمل الاحتمال الأكبر أو المرجح إنه أرخيبوس ده ابن فيليمون وكان خادم وماسك مسؤولية كويسة ومهمة في الكنيسة. هنتكلم عنه وإحنا ماشيين دلوقتي. فيليمون آمن بالمسيح عن طريق بولس الرسول غالبا أو عن طريق حد من تلاميذه، بس يعني كلام بولس الرسول في رسالته يقول له انت مديون ليا بان انا يعني عرفتك المسيح، انت مديون ليا. فواضح هنا ان هو امن على قدم بولس الرسول اثناء كرازه بولس الرسول في افسس. حد يعرف كرازه بولس الرسول في افسس كانت في انهي رحله؟ المره اللي قعد فيها مده حوالي 3 سنين في افسس، فانهي رحله كرازيه؟ الثانيه ولا الثالثه؟ التانية أكتر قعدها في أوروبا في اليونان، شوية في فيليبي، شوية في تسالونيكي، بيريا، أتينا، كورنثوس، وعسكر في كورنثوس مدة طويلة. خلاص بالرحلة التانية اليونان، وفي آخر الرحلة التانية عدى على أفسس لأول مرة. عدى بس ما كملش فيها أسبوعين ثلاثة، أسبوعين ثلاثة بالعادة، وقال لهم أنا لازم أرجع عشان عاطي يعني وعد أن أنا هرجع أنطاكيا وأورشليم وهرجع لكم تاني. فأول حاجة في الرحلة الثالثة خد آسيا الصغرى بسرعة افتقاد سريع وقعد في أفسس. بقى خد أفسس في الغرب وقعد فيها مدة وفضل يتحرك، زار برضو بلاد اليونان، فيليبي وتسالونيكي وكورنثوس، عمل جولة سريعة ورجع تاني على أفسس، فكان المركز بتاعه الرئيسي في أفسس. فدي الرحلة الإيه؟ الثالثة. فغالبا فيليمون آمن في أثناء الرحلة الإيه؟ الثالثة دي. هدف الرسالة طبعا زي ما أنا شرحت كده، هو عايز يحل المشكلة اللي كانت موجودة بين فيليمون وبين العبد بتاعه لشريب الفلوس اللي سرقه وهرب، أو كان عليه دين كبير وهرب، حاجة زي كده. فكان عايز يصالحهم على بعض، وعايز يفرح فيليمون ان أونسيموس الخادم بتاعه ده بقى ابن ربنا وبقى عضو في الجسد معانا، بقى في الرب معانا، بقى في المسيح معانا. فالقصة طبعا انه أونسيموس اتقابل بترتيب الهي مع بولس الرسول. كان بولس الرسول زي ما قيل في سفر اعمال الرسل كان فاتح بابه وبيستقبل ناس بتروح له كل يوم، هو قاعد في مكان في حراسة تحت حراسة، لكن بيستقبل ناس كل يوم، فالناس تجيله تسمع كلمة ربنا، وفي ناس كتيرة كانت تدعي بعض. فجاب من كل ناحية، جاب للمسيح ناس حتى من بيت قيصر، من عيلة قيصر راحوا له وهو في الفترة دي قعد سنتين وشوية في روما، وكرز فيهم كرازة هايلة، وكان معاه مجموعة خدام بيبعتهم يرجعوا له. فكان المكان بتاع التحفظ بتاعه أو السجن كان مركز للخدمة. فأونسيموس ده من ضمن الناس اللي اصطادهم للمسيح. فلما أونسيموس آمن فهو بعد بقى قال له لا بس أنت الموضوع بتاع فيليمون ده لازم نصفيه، فيليمون ده حبيبي، ده خادم مسيحي في كولوسي، فأنا هبعتك ليه بالإيه؟ برسالة. ومضمون الرسالة أنه بيكلم فيليمون كلام حلو قوي، يعني قبل ما يقول له تسامح أونسيموس كلمه كلام حلو قوي، قبل ما يقول له تحب، أظهر حب كبير وفاض عليه بكلام حلو وبحبه وبتشجيع، وقال له احنا بقينا أخوات في المسيح، خلاص مفيش بقى أسياد وعبيد، فخلاص احنا في المسيح متساويين، مفيش طبقية، ما فيش في المسيح رجل وست، غني وفقير، معاه شهادة عليا ومعاه شهادة متوسطة، ما فيش في المسيح كده. في المسيح احنا كلنا متساويين في القيمة وفي الكرامة، تمنى كلنا دم المسيح، كلنا مات المسيح من أجل كل واحد فينا. شوفوا القيمة بتاعتنا قد ايه، فيش حد يقول أنا أعلى من حد خالص. فأنت يا فيليمون، أونسيموس ده بقى عضو في جسد المسيح معانا، ارتفع للكرامة دي، كرامة أولاد الله. فطبعا بيحثه أنه هو يقبله،
بس يقبله المرة دي كأخ في المسيح، وبينوه كده في وسط الكلام إنه أنسيموس ده اسمه نافع، وهو نافع للخدمة ونافع ليه، وأنا كنت عايز أخليه عندي بس أنا ما حبيتش تبقى حاجة من غير إذنك. يعني من ناحية المدنية أنت سيد وهو عبد، فأنت عايز تحرره تديله الحرية دي بإرادتك بحريتك، وياريت يعني تبقى ترجعه لي يخدم معي. لكن يعني بعد كده هو طبعا قبله وبقى خادم عظيم، وبعد كده تحول إلى كاهن، ترسم كاهن أو أسقف. في إشارة في رسائل القديس أغناطيوس الأنطاكي سنة 100 وحاجة بسيطة ميلادية 102-103، في إشارة بتقول إنه أسقف أفسس في ذلك الوقت اسمه أونسيموس، قد يكون هو ده أونسيموس، وفي الآخر استشهد برضو. الرسالة دي، رسالة فيليمون دي، رسالة القديس بولس الرسول إلى فيليمون، بعتها القديس بولس مع رسالتين تانيين في نفس المنطقة. رسالة كولوسي نفسها، فيليمون ده كان جوه كولوسي، فالرسالة دي شخصية ليه، لكن هو بعت رسالة بتاعت كولوسي اللي هي 4 صحاحات المعروف، وكمان بعت رسالة إلى أهل أفسس اللي هي 6 صحاحات الكبيرة المطولة. بعت الثلاث رسائل دول في رحلة واحدة مع أنسيموس وخادم تاني اسمه تيخيكوس، أنسيموس وتيخيكوس، فبعت الثلاثة دول من روما في نفس التوقيت، وحنلاقي فيهم حاجات كده وإحنا بنقرأ دلوقتي هنلاقيها مشتركة في الرسائل دي اللي بعتها بولس الرسول من سجن. نقرأ الأول الرسالة وبعدين نقسمها كده وناخد بعض تأملات فيها. بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا، وإلى أبفية المحبوبة، وأرخيبوس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع، لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق، من أجل المحبة أطلب بالحري، إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ والآن أسير يسوع المسيح أيضا، أطلب إليك لأجل ابني أنسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك لكنه الآن نافع لك ولي، الذي رددته بعته لك، فاقبله، الذي هو أحشائي أو قلبي، الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا، لكي لا يكون خيرك، عمل الخير اللي انت هتعمله يعني، كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار، لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد، لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا محبوبا ولا سيما إلي، فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا. فإن كنت تحسبني شريكا فاقبلوا نظيري كأننا اللي جاي لك. ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي، حتى لا أقول لك أنك مديون لي بنفسك أيضا. نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب، إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك، عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول، ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا، لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم.
كان يعني يبدو أن الميعاد تحدد بتاع الدخول لقيصر، وبولس الرسول حاسس أنه هيطلع براءة، فبيقول له جهز لي منزل، هو لسه مسجون يعني، يقول له جهز لي مكان أقعد فيه زي حجر الضيافة يعني. يسلم عليك أبا فراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم آمين. إلى فيليمون كتبت من روميا على يد أنسيموس الخادم. لو قسمناها الرسالة دي فيها أربع أجزاء. الجزء الأول أو القسم الأول مقدمة وتحية حارة من القلب، وفيها مشاعر كده، فلان المحبوب والعامل معنا والمتجند معنا وفلان المحبوبة، تحية كده يعني جميلة وحارة. ده من العدد 1 و2 و3. عدد 4 5 6 7 بكلها مديح وتشجيع لفليمون، بيمدح إيمانه وخدمته وإن الكنيسة كلها فرحانة بيه. بيعرض الموضوع بقى اللي هو بتاع أنسيموس ده من عدد 8 لعدد 21، يعني في نوع من يعني التماس، مع أنه بيقوله أنا أقدر أأمر بس أنا مش هعمل كده، أنا بطلب منك وألتمس، وبيتشفع بيقوله أنا أصلي شيخ وأنا أسير، يعني عايز يعني يستعطفه كده، مع أنه يقدر يأمره لكن قال لا أنا بالمحبة. في الكنيسة ما عندناش أوامر، كل حاجة بالمحبة يعني التماس المتضع كده. فقديس بولس الرسول في الجزء ده بيعرض موضوع أنسيموس، وبيلتمس وبيتشفع فيه علشان يقبله. القسم الرابع والأخير اللي هو من عدد 22 ل 25 بيطلب بقى طلب خاص، بيقول له جهز لي أوضة الضيافة لأن أنا بصلواتكم سأوهب لكم. أنا حاسس كده وواثق من كده إن أنا هرجع تاني وأقدر أزوركم وأفتقدكم، وبيقدم تحية وبركة ختامية. أول حاجة المقدمة التقليدية فيها اسم المرسل والمرسل إليه بولس وتيموساوس، والمرسل إليه حطت هو أصلا بعت رسالة لفليمون لكن حطت مع أسرته، وكأن الإنسان المسيحي لازم كده مع أسرته، one package، بيت مسيحي في المسيح حاضر، والأسرة أعضاء في جسد المسيح وأعضاء فرحانين مع بعض، زي ما بيقول المزمور بنوك مثل غروس الزيتون الجدد محيطين بمائدتك، امرأتك تصير ككرمة مخصبة في جوانب بيتك، بيت مسيحي. فهو راح، هو عارفهم كويس طبعا، راح بالاسم أبفية الزوجة، أبفية المحبوبة، وأرخبوس شاب شاطر متجند معنا بيشتغل في الخدمه. فالتحيه كلها يعني مليانه بالايه، مليانه بالمحبه. الملحوظه طبعا الواضحه اللي مش موجوده في بقيه الرسائل انه بيوصف نفسه ان هو ايه، اسير يسوع المسيح. في روميا يقول عبد يسوع المسيح، في رسائل ثانيه والرسول يسوع المسيح. الرسالة الوحيدة اللي قال فيها أسير يسوع المسيح، أسير يسوع المسيح، مش زي المعتاد يعني، وكأنه بينظر للأسر. والسجن ده كان بقاله يمكن 4 سنين 5 سنين مسجون، خد منهم 2.5 3 سنين في منطقة أورشليم وقيصرية فلسطين، وسافر في البحر يعني اتبهدلوا عيني في البحر وكسرت بيهم السفينة، وقعدوا شهور في البحر، شهور طويلة، وبعدين راح روما ومنتظر في روما بقاله قرب 2 سنين. فهو في القصر ده جزء كبير من وقته رايح في راح في القصر ده، بس ده بالنسبة له هو حس انه شرف وبركة ومجد ليه، شرف وبركة. فيعني حاسب القصر ده. في ناس اصلها تبص للضيقات من زاوية الايه، الظلم القهر، وليه أنا اللي يحصل لي كده؟ وليه أنا اللي أصاب بالمنظر ده؟ يبصوا من زاوية كده. ولاد ربنا ما بيبصوش أبدا من الزاوية دي، بيبصوا دايما من زاوية ربنا الحلو اللي بيرتب كل حاجة وبيحول حتى الضيقات للخير، وما بيسبناش في وسط الضيقات. لو سمح أن تمر حياتنا بضيقات ما بيسبناش ولا لحظة ولا لحظة، وبيطلع لنا منها بركة وبيطلع لنا منها خبرة روحية وبينمي إيماننا.
فاحنا ما بنبصش من زاوية الله يجازيهم اللي بيعملوا بيسووا بيعمل، ونقعد بقى وفلان وحرام وده كده كتير. المسيحيين ما بيبصوش أبدا من الزاوية دي خالص، ما عندهمش الحتة دي. الحتة دي تدل على أن كان واحد لوحده كده، ربنا ننسيه إزاي بقى؟ وليه يعني يحصل لي كده وكأن ربنا نسيه؟ أنا مدام ربنا معايا خلاص، يعني التلات فتية دخلوا أتون النار، ربنا سابهم سابهمش، وخلى للنار المريعة اللي بتقتل دي ملهاش سلطان عليهم، ملهاش سلطان. فالضيقة هنعدي فيها وهتتعبنا، لكن مش هتكون لها سلطان علينا. فقديس بولس الرسول بقى أسير يسوع المسيح فرحان، وبيعتبر أنه الضيقة دي شرف كبير. طبعا لطيفة ان هو بيقول انا اسير يسوع المسيح، مش اسير قيصر، انا مش اسير في سجن قيصر، انا اسير يسوع المسيح، اسير حبه اولا، انا هو اسرني بحبه، انا اسير حبه واسير ومقيد بحبه. قبل ما اكون مقيد دلوقتي في سجن بصرف النظر ان انا مظلومة وما عملتش حاجة، لكن انا مقيد بحب يسوع، أنا مقيد بالإنجيل، ويل لي إن كنت لا أبشر، أنا مقيد بالرسالة اللي ربنا كلفني بيها، أنا مقيد بالخدمة اللي أنا بقوم بيها دي، وما أقدرش أعمل حاجة تانية ولا تشغل في حاجة تانية غيرها، إن أنا أجيب ناس للملكوت وأجيب ناس لشبكة الملكوت. حتى في وسط الرسالة هتلاقي في عدد 13 بيقول إيه؟ بيقول له أنا نفسي أنسيموس، يعني أنا محتاجه عشان يخدمني، أنا محتاج حد جنبي يساعد معايا في قيود الإنجيل، أو في القيود اللي أنا فيها بسبب الإنجيل. إنجيل محبة المسيح تقيدنا بوجه عام كده، محبة المسيح تقيدنا، نلتزم بوصاياه، نلتزم بنقاوة حياتنا، نلتزم بالمحبة، نلتزم بعدم رد الشر بالشر، نلتزم بأن احنا نغفر ونصلي من أجل المسيئين إلينا، نلتزم بالكرازة والشهادة للمسيح بحياتنا وكلمتنا، نلتزم قيود. دي قيود الإنجيل، قيود محبوبة، قيود حلوة احنا بنفتخر بها، ان احنا بقينا مقيدين بحب يسوع. فبيقول كده أنا أسير يسوع المسيح. كمان ممكن نقول ان هو بيستعطف شويه في ليمون، يقول له ده انا اسير وبعت لك رساله بتشفع في الرجل ده اللي غلط فيك، تسامحه وتقبله. ففيها نوع من الايه، من الاستعطاف، لانه بيقول له اذا كان ده عبد انا كمان مقصور، انا مشارك للعبيد في الاسر بتاعهم، فانا اسير، بس احنا على مستوى جميل من الأسر، نحن أسرى حب المسيح. طبعا في نفس الرسائل بتاعت الأسر احنا حافظين الجزء اللي احنا بنصليه في باكر، أسألكم أنا الإيه؟ الأسير في الرب. برضو ما قالش أنا أسير قيصر. طبعا دي رسالة من رسائل الأسر، دي من الرسائل أفسس دي بعتها مع رسالة فيليمون، ما هو زي ما قلت لكم بعت ثلاث رسائل مع الاثنين دول، تيخيكوس وفيليمون، بعتهم الناس تنزل في المركب في أفسس وتمشي بقى من جوه تروح كولوسي. فهم عطوا رسالة أفسس لأهل أفسس، وبعد كده راحوا كولوسي ودوا الرسالة بتاعت كولوسي تتقرأ في الكنيسة، وبعد كده عطى لفيليمون الرسالة بتاعته في إيده. فبيقول أسألكم أنا الأسير في الرب، أنا أسير حب يسوع، أسير إنجيل يسوع، أسير خدمة يسوع. إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا، واضح أنه إيه بيعز فيليمون وبيمدحه وبيقول له أنت شريكي في الخدمة الرسولية. حتى احنا واخدين التعبير ده نقوله في الإيه، في القداسات، يقول لك البابا تودروس وشريكه في الخدمة الرسولية الأسقف الفلاني. احنا كلنا بنشتغل مع بعض مع ربنا، وزي ما قال احنا عاملان مع الله في كورنثوس الأولى 3، يقول كده على نفسه قديس بولس الرسول هو وأبولوس، يقول نحن عاملان مع الله، احنا بنشتغل معه. فبيقول العامل معنا، دي حاجة شرف كبير. وأبفية المحبوبة مراته،
زوجته وما انكسفش انه يقول المحبوبة، ان في حب روحاني بيربط اعضاء الجسد ببعض. كلنا اعضاء، حب مقدس ربطنا، لان محبة المسيح قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. واضح عمق علاقات الود والمشاعر المقدسة في المسيح. وأرخيبوس المتجند معنا، أرخيبوس ده بقى واضح أنه هو يعني ابنهم. في نفس الرسالة اللي كان بعتها الكولوسي، اللي في نفس الباكج بتاع الرسائل اللي بعته، بيقول كده، هتلاقوا اسم أرخيبوس ده في كولوسي 4 أعتقد 4:17 أو حاجة في الإصحاح الأخير في ختام الرسالة، بيقول قولوا، بيكلم الشعب كولوس، بيقول قولوا لأرخيبوس انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لتتممها. واضح أن أرخيبوس كان بيعمل حاجة كبيرة وصعبة بس مهمة، هو مسؤول عنها. فبيقول لهم كلموه لي وشجعوه انه يتمم الخدمه بتاعته. يبدو انه ما كانش حاضر معاهم في كولوسي بيعمل خدمه كرازيه، مش معروف بدقه، لكن انظر الى الخدمه، ركز في خدمتك، انت قبلتها من ايد ربنا، انت ما خدتهاش من انسان. احنا صحيح ممكن حد يختارنا نخدم هنا ولا هنا، لكن الحقيقه دايما احنا بنتعامل مع ربنا، احنا دايما ناخد من ايد ربنا وبنتعامل مع ربنا. بحس ربنا هو اللي حطني في المكان ده، مش ابونا اللي قال ولا امين الخدمة اختارني هنا، لا، ده ربنا اللي اختار لي المكان ده، فانا قبلت الخدمة بتاعتي دي من ايد ربنا. انظر الى الخدمة التي قبلتها في الرب لتتممها. كمل شغلك للاخر، كمل خدمتك، كمل، اوعى يجيلك احباط. ولا في حاجات بتبقى محبطة كتير كتير، ناس تتعب، ناس متقدرش، ناس ما فيش حتى كلمة شكر، ناس ممكن نبقى احنا بنلقي البزار والأرض ناشفة ما بتجيبش، أرض مليانة شوك ما بتجيبش ثمار، ندعي ما حدش بيجي، نجهز أكل ما حدش بيجي عشان ياكل. طيب حاجات تحبط كده، يقولك خلاص بقى مش هكمل. ازاي مش هتكمل؟ تمم خدمتك، قالها برضو تيموثاوس في الرسالة الأخيرة بتاعته، تمم خدمتك. فدي كان رسالة بعتها لأرخيبوس. فبعت بقى، طبعا هو عارف أن أرخيبوس هياخد الرسالة دي، وهياخد كمان، هيشوف بتاعة بابا ومامته فيليمون وأبفي، فيشوف دي، فبرضو بيقول له كلمة حلوة، بيقول له إيه الرسالة دي؟ كان إلى أرخيبوس المتجند معنا، لأن الخدمة جندية. دي برضو قالها في تيموثاوس الثانية، اشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ولاد ربنا دول جنود في الجيش بتاعه، جنود، هو بيقودنا في موكب نصرته، وجنود في الجيش بتاعه. الجندي ملتزم، الجندي ربنا مسؤول عن كل تكاليفه، مسؤول أنه هو يزوده بالنعمة وبالقوة، بس الجندي كمان لازم يمسك سلاح، عنده رجاء وعنده محبة وعنده إيمان، وعنده إيمانه بالخلاص، وعنده كلمة ربنا التي هي سيف الروح. الجندي لازم يمسك سلاح، الجندي ما بيعرفش يتهاون، ما بينزلش المعركة بالبيجامة، ينزلش من بيته من غير ما يصلي، وإلا العدو يطمع فيه. لما يلاقي نازل الحرب كده ميدان الحرب مستهين، مش لابس الأسلحة بتاعته، مش شدد الشدة بتاعته، يبهدله العدو، يبهدله. الجندي دايما متسلح، دايما متزود بالأسلحة وسلاح الله الكامل زي ما بيقول في أفسس. فالخدمة جندية، خدمة ربنا على كافة المستويات، حياتنا مع المسيح جندية، ما فيهاش يعني عايز أقول قسوة، لكن فيها جدية، فيها جدية، فيها انتباه. الجندي مصحصح، ينامش، يسهر، منتبه للعدو، جندي. فبيوصف كده أرخيبوس ان هو الايه؟ المتجند معنا،
شغال معانا وانا فرحان بيه، ده جندي قوي وشاطر وشاب، يبدو ان هو يعني كان شاب وبيعمل اعمال محدش كتير من الناس الكبار في السن يعملوها. وبيشجعه طبعا ان هو متجند معانا وشغال معانا في الحرب الروحية، نحن نقتنص النفوس اللي هي وقعت في الأسر، في أسر الخطية، نرجعها لبيت الآب، لحضن ربنا يسوع. النعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. ده السلام الرسولي اللي احنا خدناه من ربنا وبناخده من ربنا نفسه عن طريق الكنيسة، عن طريق الآباء الرسل، عن طريق بعد كده الكهنة في الكنيسة. فسلام إلهي موهوب لنا عن طريق الرسل والكهنة. قديس يوحنا الذهبي فهم له تعليق على انه القديس بولس الرسول بيبتدي بالنعمة، بيديله الأول، يقول له نعمة ربنا تكون معاك، نعمة لكم وسلام من الله أبينا. بيقول إيه القديس يوحنا الذهبي فهم؟ بيقول بدأ رسالته بالنعمة حتى نتذكر نعمة الله الغافرة لنا عن 10,000 وزنة. فاكرين المثل؟ في مثل مشهور مذكور في متى 18، مثل مشهور جدا السيد المسيح قاله، ما تكررش في بيت الأناجيل، عن الغفران. لازم نغفر علشان إيه؟ يتغفر لنا. قال واحد سيد كبير كان عنده عبد مديون ب10,000 وزنة. 10,000 وزنة ده رقم زي 600 مليون دولار، حاجة كده يعني، حاجة رقم خرافي. فالعبد قال له طب امهلني وانا اوفيك. قال له انت عيلتك حاجة، انا سامحتك. طلع العبد كان في زميله، عبد زميله مديون ب100 دينار، حاجة تافهة يعني، يعني تعملش. راح ماسك في خناقه يقول لك امسكها برقبته. كلام السيد المسيح بيوصفها كده، لك امسكها برقبته وقال له توفيني. قال له طب امهلني وانا هوفيك المبلغ، يعني مش حاجه قصاد ال10,000 وزنه. فقال له لا مفيش خلاص، وراح واخده حطه في السجن. فالسيد عرف كبير، جاب العبد ده بقى، قال له بقى انا سامحتك بالكثير، ما انتش قادر تسامح اخوك بحاجه بسيطه؟ تعالى بقى انت وكل مليك تبقى في السجن. فقديس يوحنا الذهبي فهم بينوه على دي، بيقول ايه؟ بيقول انه القديس بولس الرسول بدا رسالته بالنعمه حتى نتذكر نعمه الله الغافره لنا عن 10,000 وزنه خطايانا الثقيله، فنسامح عن الوزنات القليله التي لنا لدى امثال أنسيموس. يعني في فلان غلط فيا ولا فلانة تعبتني في حاجة، هذه حاجات بسيطة نسامح فيها، لأن نعمة ربنا غفرت لنا كتير، وحاجة ضخمة ضخمة، دين ضخم نعمة ربنا غفرته لنا. فلازم نتذكر نعمة ربنا، كل ما نفتكر نعمة ربنا نفتكر غفران ربنا، فنسامح. لو لينا حاجة عند بعض الناس زي أنسيموس ده، ممكن أنسيموس بتاعي غير أنسيموس بتاعك أو بتاع، يعني كل واحد له كده. أنسيموس بيبقى مثلا تعبه وظلمه، هرب منه، سرقه، خد منه حاجة، معلش نغفر ونسامح للأمثال أنسيموس. بعد كده يقول أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي. كل بقى الجزء ده من 4 لـ7 مدح جميل وتكريم كده، شكر لربنا بخصوصهم وصلوات مستمرة لأجلهم. سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين. محبتك لربنا يسوع ولكل القديسين والإيمان اللي موجود عندك، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل صلاح. هنا القديس بولس الرسول رابط الإيمان بالمحبة بالمعرفة. يعني إيمان حقيقي يشمل العمل ويشمل المحبة، وإلا ما يبقاش إيمان حقيقي. إيمان بدون أعمال إيه؟ ميت،
زي ما قال القديس يعقوب في رسالته الإصحاح الثاني. الإيمان الحقيقي دايما مربوط بالعمل، مربوط بالمحبة. العمل يعني محبة، يعني بذل. فدايما الإيمان الحقيقي يشمل العمل ويشمل المحبة. وأيضا الإيمان يتغذى بالمعرفة ويثمر خدمة ويتقوى بالمحبة. ألخصتها كده في جملة، نقولها تاني. الإيمان يتغذى بالمعرفة. كل ما نقرأ كلمة ربنا أكتر وناخد خبرة أكتر إيماننا يزداد. الإيمان يتغذى بالمعرفة ويثمر خدمة. كل الخدام اللي بيخدموا ربنا الحلوين دول ده إيمان جوه. ده الخدمة بركة، ده الخدمة مسؤولية، ده الخدمة تعبير عن الحب لربنا. في إيمان هتلاقي في خدمة على طول، على طول، مش محتاج الواحد يزق في الناس عشان تشتغل وتخدم وتساعد، لا مش محتاجين ده. في إيمان من جوه. فالإيمان يتغذى بالمعرفة ويثمر خدمة ويتقوى بالإيه؟ بالمحبة. الإيمان لو جبناه من الآخر الأول كده، يتقوى بالمحبة ويتغذى بالمعرفة ويثمر إيه؟ خدمة. كل ما أحب ربنا أكتر كل ما إيماني يكبر أكتر. بس الإيمان مش معرفة عقلية بس، الإيمان عشرة وحب. فكل ما محبة ربنا تملأ قلبي أكتر كل ما إيماني يزداد، وأيضا يتغذى بالمعرفة وأيضا يثمر خدمة. فبيقول له كده تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح. وبعدين يقول إيه؟ المحبة لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك. دايما المحبة تسبب إيه؟ تعزية وفرح. نحب بعض لنفسنا فرحانين. لما تلاقي في حسد، في حقد، في حاجة كده مش مظبوطة في القلب، تلاقي الإنسان مش عارف يفرح، متنكد. المحبة تسبب فرح دايما وتسبب تعزية. وبعدين يقول لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. كلمة أحشاء الحقيقة هي الكلمة مترجمة حرفيا من اليوناني، لكن دي كتير القديس بولس يستخدمها، ومقصود بيه قلبه، القلب من جوه. عشان كده في بعض الترجمات تقول قلب، وفي الإنجليزي هتلاقوها the heart، the heart of the saints. الأحشاء يعني الداخل. زي ما لما نقول القلب مش منقصدش عضلة القلب، نقصد الواحد، واحد بيحب واحد من قلبه، يعني من جواه، يعني حب صادق يعني. فمش مقصود بيه عضلة القلب اللي هي بتضخ الدم وبتستقبل دم وتضخ، لا مش المقصود حاجة يعني مادية، لكن أحشاء القديسين يعني قلب القديسين، قلوب القديسين انتعشت بك. ريفرشد في الإنجليزي لطيفة، انتعشت بك أو استراحت بك. طبعا الإنسان اللي بيكون خادم حلو من قلبه في الكنيسة بيبقى سبب فرح للكل، والعكس بعيد عننا. تلاقي واحد مثلا عايز ذاته، عايز يثبت نفسه، عايز مش عارف يظهر ايه، عايز ياخد منصب معين، يبقى سبب تعب، سبب نكد، سبب شوشرة، سبب يعني ربنا ما يسمحش. فأحشاء القديسين أو قلوب القديسين انتعشت بك. وبعد كده بدأ يدخل في الايه، في الطلب بتاعه بقى. بيقول له بص، انا ليا بالمسيح ثقة كثيرة ان أأمرك بما يليق. انا اقدر يعني أأمرك، لكن خليني حكاية الامر دي خليها على جنب من اجل المحبة. خلينا من اجل المحبة، من اجل المحبة اطلب، مش هأمر. انا مش هأمر لكن هطلب. وعايز أقول لك برضو إن أنا بولس المأسور الشيخ. طبعا وقتها بولس الرسول أقدر أقول إن هو كان على مشارف الستين من عمره، مع الكد والتعب والأسفار والبهدلة والسجون، يعني صحته ومريض. هو من سن مبكر، من أواخر الثلاثينات أو أول الأربعينات من عمره وهو مريض، عنده أمراض صعبة، ويا ما اتضرب ويا ما اترجم ويا ما اتجلد يعني. فواحد مش زينا احنا في رعاية صحية ورعاية طبية وأدوية وأشكال وألوان، ما كانش فيه الحاجات دي زمان.
ده برد وجوع وعري وما بيلاقيش يتدفى وما بيلاقيش مكان يسند فيه رأسه، وأصفار مرارا كثيرة يعني. فعلى آخر الخمسينات كان كبر يعني، كان شيخ، ومش زي احنا دلوقتي تلاقي شباب بصحة جيدة جدا في السبعينات والثمانينات. فاحنا بنتكلم على الزمن بتاعه متوسط الأعمار. حد يعرف متوسط الأعمار في العصر في القرن الأول كان كام؟ اثنين وثلاثين سنة. لا بيعيشوا قليل خالص. متوسط الأعمار أيام السيد المسيح لو حسبت نسبة الوفيات ونسبة اللي بيعيشوا وبيعمروا، نسبة الأعمار كانت 32 سنة. لا في أدوية ولا في أنتيبيوتكس ولا في، كان ناس كتيرة بتموت، في أطفال كتيرة بتموت. لا يعني عشان نبقى بس فاهمين، اللي بيعيش 50 60 قليل لما تلاقي حد بيعيش 70 يعني. الآباء بتوع الصحراء بتوع مصر دول كان بيعيشوا في بيئة جافة وبيأكلوا قليل وكده وبيعمروا. ده كان في طبعا رجاله أمراض زي القديس باخوميوس، واتنيح صغير، مش صغير يعني، بس 60 سنة تقريبا ما عمرش يعني. لكن بوجه عام الأعمار مش ما كانتش طويلة في عصره. فهو بيقول أنا بولس الشيخ، لأنه هو كان تقريبا بتاع 58 في ذلك الوقت، 59 هكذا. بولس الرسول تقريبا موليد سنة 5 ميلادي تقريبا يعني، سنة 5 ميلادي. فالكلام ده بنقول 63، سنة 63 تقريبا يبقى عنده كده. فبيقول أنا إذ أنا إنسان هكذا، ما قالوش أنا الرسول، أنا بكلمك بسلطان كهنوتي وسلطان أنك تنفذ اللي أنا بقوله لك وتقبله وتحرره، تكتب له وثيقة حرية أنه خلاص ما بقاش عبد. لا 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 لا، فيش طريقة الأوامر دي خالص، كانش بيؤمن بيها قديس بولس الرسول. كان يقول له ده أنا من أجل المحبة، أنا ليه سلطان يعني أنا أأمرك، بس أنا عمري ما استعمل كده، من أجل المحبة. وأنا بولس الشيخ وأسير يسوع المسيح ومأسور كمان. فزي بيستعطفه يعني، بيستعطفه بشيخوخته وبظروف سجنه الطويل اللي فات عليه أكتر من 4 سنين. طبعا كلمة شيخ هنا بريزفيتيرس يعني تحمل المعنى الكهنوتي والأبوي أيضا. وبعدين بيقول على أطلب إليك لأجل ابني أنسيموس، ده ابني أنا ولدته وأنا في القصر، ولدته في المسيح، أنا ولدته للمسيح. الكنيسة بتولد للمسيح، الخدام بيولدوا للمسيح، نفوس تتولد بعد ما تؤمن بالمسيح وتتعمد يبقوا مولودين ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولد. فأنا ده ولدته في قيودي وأنا مقيد. طبعا يعني يقصد طبعا كرز بالمسيح لي أثناء سجنه، فأنسيموس آمن وتعمد وبقى ابن لربنا، فهو ولد لله بالإيمان والمعمودية. يقول لك ولدته في قيودي الذي كان قبلا غير نافع. أنا قلت لكم أنسيموس يعني إيه؟ نافع، اتفقنا في ليمون الحنون وأنسيموس نافع، دي معنى الكلمة. فرح رابط على طول الكلمة لأنه طبعا بيتكلموا يوناني فاهمين معاني الكلمة. فقال له هو اللي ما كانش نافع كان قبلا غير نافع لك، أنا عارف عمل معك مواقف مش كويس، ولكنه الآن نافع لك ولي. دلوقتي بقى أنسيموس بجد بقى نافع كويس، اسم على مسمى يعني. الذي رددته فاقبله الذي هو أحشائي، ده قلبي. عارفين احنا بيقولوا الكلمة دي بقت كتير في مصر، كانتش تتقال زمان، لك قلبي فلان، ده قلبي فلانة، دي قلبي، يعني حبهم ساكن في قلبي، علامة المحبة الكبيرة. اقبله ده قلبي، أنا بعته لك. هلاحظ طبعا ملحوظة كده على جنب، إن القيود بتاعت بولس الرسول ما منعتوش من الخدمة. كلمة الله لا تقيد، دي قالها في آخر رسالة. قال شوف بص يا تيموساوس، أنا يعني شوف كل الظروف اللي حصلت دي، كلمة الله لا تقيد، يستحيل، فيش قوة في الوجود تقيدها،
بولس الرسول كان شعلة نار في الخدمة حتى وهو مقيد ومحبوس في مكان، لكن فرصة أن الناس بتجيله. في قيصرية ما كانش فيه ناس بتجيله، فكان بيقعد يدرس ويقرأ ويكتب. لكن لما راح روما بقت فيه ناس بتجيله، فبدأ يكرز لهم، فبيكرز لجميع الفئات، كل الناس اللي بتروح له زي ما قلت. خلى ناس من بيت قيصر أمنت بالمسيح. الذي هو أحشائي قلبي، زي يعني أنا برد ليك قلبي فأقبله. تحسوا أنه إحنا بقينا أعضاء في جسد المسيح، كأننا جوه قلبه، فبقينا أعضاء بعضنا لبعض. من ضمن الرسائل الأسر فيليبي، إحنا قلنا كلوسي وفيليبي وأفسس وفيليمون، أربع رسائل. ففي رسالة فيليبي دي بعتها مع حد تاني وفي وقت تاني، بس جوه برضو الفترة بتاعت أسره في روما، فبيقول لهم إيه؟ ربنا يعلم كم أشتاق إليكم في أحشاء يسوع المسيح. نفس الكلمة بستخدمها، إحنا أصلنا جوه قلب المسيح وأعضاء، فأنا مشتاق ليكم لأن إحنا أعضاء في نفس الجسد. كما أشتاق إليكم في أحشاء يسوع المسيح، داخل قلب يسوع، كلنا داخل قلب يسوع. دي فيليبي 1:8. وبعدين في عدد 13 يقول إيه؟ الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل. شوف يعني واضح أن فيليمون خدم بولس الرسول فترة، بس طبعا هم دلوقتي ده في حتة وده في حتة، فبيقول له كان يخدمني زي ما أنت كنت بتخدمني، كنت عايزه يقعد معايا. وهنا بيظهر احتياجه لخدمة أنسيموس، وفي نفس الوقت بيظهر لفيليمون أن أنسيموس اتغير. أنسيموس ده اللي عمل معاك مواقف وحشة ما بقاش كده، ده أنا نفسي يقعد معايا يخدمني. فبيدي كده زي كريدت لأنسيموس عشان يأكد أنه بقى نافع جدا، وفي نفس الوقت بيدي الحرية لفليمون لأنه رسميا هو السيد اللي شاريه، فيدي له الحرية وفليمون ياخد القرار بقى إذا كان يخلي أنسيموس عنده، إذا كان يبعته لبولس رسول تاني، يعني ياخد القرار بكامل إرادته. وبعدين حتة كده لطيفة زي كأن بولس الرسول بيشوف المنظر من فوق والترتيب التاريخي اللي حصل. أنسيموس يكون عبد عند فيليمون، وبعد كده يغلط ويسرق ويبعد ويهرب ويروح روما عشان يتفسح بقى في البلد الضخمة الكبيرة عاصمة الإمبراطورية، ويعمل البلاوي اللي هو عايزها، وبعدين نعمة ربنا تصطاده ويؤمن بالمسيح ويتوب ويبقى خادم ويبقى كارز. ف بولس الرسول يروح بعد كده عن الموقف وبيشوف كده المنظر كله بتاع القصة، وبيقول لي إيه لفليمون، بيقول له لكن ربما لأجل هذا افترق عنك ساعة، يعني هو لو كان فضل معاك ما كانش آمن بالمسيح، يمكن كان فضل شغال خدام عنده، ما عرفش بقى عنده حقل، عنده مكان بيرعى غنم، ما عرفش يعني بيشتغله في حاجة، بس بعيد عن الإيمان. فبيقول ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة، يعني فترة صغيرة اللي هرب فيها عشان يجي لي لكي يكون لك إلى الأبد، عشان يرجع لك ونرجع بقى بس بمستوى تاني، مش مستوى سيد وعبد، لكن مستوى إخوات في جسد المسيح، لكي يكون لك إلى الأبد، لك عبد فيما بعد بل أفضل من عبد، مستوى تاني، أخا محبوبا، لكي يكون لك أخا في المسيح، أخا محبوبا ولا سيما إلي، فكان بالحري إليك في الجسد والرب جميعا. يعني بقى في الرب بقينا أحباء وبقينا أعضاء في كلنا في جسد المسيح، ليا وليك بقى أخ محبوب. فإن كنت تحسبني شريكا، يعني برضو لسه بيستعطفه، لو أنت يعني معتبرني شريكك في الخدمة وفي الإيمان وفي عضوية جسد المسيح، إن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري، كأنه هو أنا، اقبله. ثم إن كان قد ظلمك، برضو بولس الرسول هتحسه مش بيستخدم دلة المحبة إنه يضغط على اللي قدامه، لا، فير يعني عادل. قال له بص، أما من ناحية الفلوس اللي أخدها أو الحاجات اللي سرقها
بص دي حاجة تانية أنا هوفيها. طبعا ممكن فيليمون هيقوله لا، بس تبقى بإرادة فيليمون، بس مش عشان المحبة خلاص سامحه بقى فوت له، لا كده بيجي على فيليمون. فقال له بص، إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي، أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي تعهد، يعني أنا أوفي حتى لا أقول لك أنك مديون لي بنفسك أيضا. أنت يعني عرفت الحياة الأبدية وحرية المسيح بالكرازة عن طريقي. وبعدين بيستعطفه تاني بيقوله نعم أيها الأخ ليكن لي فرح بك، أرح أحشائي في الرب، ريح قلبي ريح قلبي. فبولس بيقوله ده في ترتيب إلهي عجيب يفوق الإدراك والوصف. وحتى لما بيكلموا عن أنسيموس ما بيقولوش أنا عارف ده جه وسرق وهرب، ما بيستخدمش الألفاظ دي، بيقول افترق عنك إلى ساعة، ما بيقولش هرب بعد ما استولى على أموالك، يعني افترق عنك. وإقبال نظيري بتفكرني بالآية بتاعت من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبيا يأخذ، مش كده؟ يعني أنت لما تقبله كأنك قبلتني، وزي ما ربنا يسوع قال من يقبلكم يقبلني، من يقبلكم يقبلني، يبقى قبل المسيح. واحسب ذلك علي، يعني إذا كانت في مشكلة مادية بولس بيقول أنا ملتزم بسداد الدين. تحسوا أنه أب زي ابنه غلط وبيقول أنا هسدد مكانه، وأنت ذنبك إيه؟ ده ابني. ذنبي إيه؟ ما فيش ذنب، بس ده ابني، هو عمل عملة وأنا أبوه أكيد ابني هساعده. فبولس الرسول عنده الروح دي، أنسيموس بقى ابنه اللي ولده في المسيح بالإيمان، فقال خلاص أنا هسدد، أبوة وحب وبذل، عجيب قوي قوي. وده اللي المسيح عمله معانا، وفى الدين ومحى الصك اللي علينا في الفرائض، مش كده؟ مش قديس بولس الرسول برضه في حتة تانية قال كده، المسيح محى الصك اللي كان علينا. فإحنا كمان بنساعد بعض، بنعمل زي ما المسيح عمل، إحنا نوفي، لو هو عليه حاجة أنا أوفيه، محى الصك مسمرا إياه بالصليب. فأرح أحشائي في الرب، يعني انعش قلبي. ويكرر كلمة في الرب في الحتة دي ثلاث مرات، في الرب، إحنا بقينا أعضاء في جسد واحد، لينا نفس الكرامة، وبينسكب في قلوبنا نفس الحب، نحب بعض ونسامح بعض. ليكن لي فرح بك أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب برضو، المحبة والطاعة، هو بيقوله أنا واثق بإطاعتك، المحبة والطاعة تولد فرح. ما رب لما ربنا يلاقينا بنطيعه يفرح بينا، لأن حتى لما بنلاقي أولادنا بيطيعونا بنفرح بيهم. فالطاعة والمحبة تولد إيه؟ فرح وراحة. وبعدين يقول له أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول، يعني أنا بلتمس وبترجى مش بأمر، وأنا عارف أنك أنت هتعمل أكثر. يعني وكأنه يعني عشم كبير من بولس الرسول، طبعا العشم ده ناجم من العشرة اللي بينهم والمحبة والخدمة المشتركة السابقة، فهو عارف محبته الكبيرة، ولكن زي ما قلت ما بيستغلش المحبة دي بطلبات كتير أو بطلبات ضخمة، لا مجرد يعني بيشرح له الموضوع وبعايزه يتصرف بإرادة، إرادته الحرة تماما، ما بيضغطش عليه. بعد كده أعدد لي أيضا منزلا، يعني حجر الضيافة، يعني لما بولس الرسول يروح عندهم يبيت فيها، وأرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم، يعني أخرج من السجن قريب إن شاء الله وأجي أزوركم. طبعا يعني بصلواتكم، يعني هو بيشجعوا بطريقة غير مباشرة على الإيه؟ على الصلاة، بيشجعوا على الصلاة، وبيقول له أنا واثق في ترتيبات الله الجميلة أن أنا هاجي وأشوفكم مرة تانية. بعد كده لطيف أن بولس الرسول بيربط الناس ببعضها،
دي حاجة جميلة ان احنا نربط الناس ببعضها. في ناس عندها الموهبة دي، مش كل الناس، لكن دي موهبة جميلة الحقيقة. انا يعني ضعيف يمكن فيها، بس في ناس تانية عندها الموهبة دي، شاطرين او يربطوا مجموعات ببعضها كده. فتلاقيه بيكلم، بعت رسالة لفيليمون واسرته مثلا، الابفية وارخبوس مراته وابنه، لكن بعت له سلام الناس اللي معاه. يمكن بعضهم فيليمون ما يعرفهمش، بس بيربطهم ببعض. بيقول لي يسلم عليكم أبافراس المأسور معي في المسيح. ممكن يعني اللي بيشتغل معاه، وممكن يكون مسجون، بس يعني الاحتمال الأكبر إن هو مأسور في المسيح، يعني بيخدم معاه بنفس الحب للمسيح. هو ذكر كمان أربعة: مرقس وأرسترخس وديماس ولوقا، اللي بيشتغلوا معايا الفريق بتاعي. يا بس انت معاك أربعة خمسة بس؟ بولس الرسول مع أربعة خمسة خدام بس، وبيعمل كل الشغل ده، بيكرس في بلاد بأكملها بأربع خمس تنفار. الباقيين ما كانوش معاه في وقتها، كان تيموساوس كمان موجود، بس ده تيم صغير قوي. احنا عندنا لو مثلا عندنا خدمة إعدادي ولا خدمة ابتدائي ولا خدمة ملايكة ولا خدمة سنة، تلاقي لستة الأسماء مش عارف كام. ده بولس الرسول معاه أربع خمس تنفار، حتى منهم بعض الناس ضعفاء. طبعا هو جاب مرقس من اسكندرية، كان ماري مرقس كرز في اسكندرية، وراح له ما طلبه، راح له بعد ما أسس كنيسة في اسكندرية، راح له. ده ماري مرقس. أرسترخس واحد من الخدام. ديماس ده هيحكي عنه بعد كده أنه سابه، أحب العالم الحاضر وساب الخدمة. ولوقا طبعا كان طبيب بتاعه، كان يكتب التاريخ والتفاصيل وكان ملازم لي. بس مجموعة صغيرة، تيم صغير، لكن إيه فيهم؟ بركة المسيح. فريق صغير لكن مليان بركة. والقصة مش بالعدد، قصة بالروح وبالقلب. ممكن عدد صغير أو من الخدام يكونوا بركة لشيكاغو كلها وبركة للعالم، مش بالعدد الكبير. بعد كده في الآخر البركة الرسولية: نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أمين. دي البركة والنعمة اللي احنا واخدينها من ربنا. لو حبيت ألخص باختصار كده الرسالة، بنشوف فيها أبوة القديس بولس الرسول الروحية للكل، واهتمامه الفردي بكل شخص، مش بس هو واعظ كبير وكارز لناس كتير، لكن بيهتم بكل واحد، ولو واحد عنده مشكلة يتابعه فيها لحد لما يحلها له، مدام حاجة في إيده يقدر يحلها. قال له فيليمون ده كان السيد بتاعك؟ طب ده أنا أعرفه كويس، إن جت في حد إحنا نعرفه، هبعت له رسالة مخصوص. في اهتمام أبوي واهتمام فردي بكل إنسان. برضو قلنا إن هو قبل ما يطلب من فيليمون أنه يقدم حب وغفران لأنسيموس، هو بيفيض عليه بكلمات المحبة، وكمان بيدي فيليمون الفرصة للتسامح باختياره بإرادته، عشان يكون إكليله أعظم. فمش بالعافية، لكن بشكل اختياري يسامح أو يغفر أو يحرر فيليمون من العبودية دي براحته هو بكل إرادته، أو يبعته لبولس الرسول يخدم، تبقى برضو بإرادته. هنلاحظ برضو أن قديس بولس الرسول مش بس بيحول الخطاه لمؤمنين، لا، ده بيحولهم إلى خدام وكارزين. مش بس بيتوبهم، ده بيحولهم لخدام وكارزين. يعني احنا لو بيتوب بعض الخطاه ويخليهم تائبين وفي الكنيسة، نقول عليه خادم عظيم جدا ونقول ده ناجح، لكن ده مش بس كده، ده مش بيرجع أنسيموس لفيليمون كعبد، لا، ده بيرجعه له كخادم وككارز، ويقول له ده يشتغل معاك لحساب ملكوت السماوات. فتحسوا روح القديس بولس الرسول إيجابية جدا، وعارف إن نعمة ربنا تقدر تغير وتقدر تعمل قديسين كمان. بس ده موضوع كبير قوي، أنا مجرد هقول لكم العنوان بس: شايف في كل إنسان مشروع قديس. كل إنسان، راجل، ست، طباعه كده، طباعه كده، ظروفه كده، تاريخه أسود بعيد عننا، ولا
شايف في كل إنسان مشروع قديس، وعارف إن نعمة ربنا بتغير وبيتغير الإنسان. كان شايف كده. بقى أنسيموس ده اللص الهارب اللي راح روما علشان العربدة ومحدش يعرفه بقى ويعمل اللي هو عايزه، يشوف إن ده ممكن يكون حاجة كويسة، بكرة يبقى كاهن وأسقف. إزاي يعني؟ أيوه، نعمة ربنا بتشتغل. وبولس الرسول كان عنده الرؤية دي، ونفسنا يكون عندنا الحتة دي. لازم نشوف في أولادنا مشروع قديس وقديسة، وربنا شايف فينا إحنا كده. إحنا دحنا وحشين دحنا، أيوة، بس هو شايفنا مشروع قديس كل واحد فينا، بصرف النظر عن أخطائنا وعيوبنا، هو قادر يشتغل فينا وعايزنا نبقى قديسين. ده موضوع جميل يعني، ده عايز له كده مرة نتكلم فيه لوحده. آخر حاجة شايفينها في الرسالة دي، إن نعمة ربنا لما بتشتغل في القلب يتملي بالحب للناس كلها. نعمة ربنا دي اللي قال له نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم، هي دي اللي بتغني الكنيسة، هي دي اللي بتربط الإنسان بالرب يسوع اللي هو مصدر حياتنا، هي دي اللي بتربطنا ببعض بالمحبة، هي دي اللي بتسند الخادم والمخدومين والراعي والرعية، هي اللي بتسند كل أعضاء الكنيسة وبتعزيهم. نعمة ربنا دي هي اللي بتقود الإنسان لصنع السلام، زي بولس الرسول كده هو بيعمل صنع سلام بين فيليمون وبين أنسيموس، بتقود الإنسان في كل عمل صالح، وتساعدنا عشان نتمم مشيئة الله الصالحة المقدسة، مشيئة الله الخلاصية في حياتنا. نعمة ربنا تقودنا كي نتمم مشيئة الله. له كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين. احنا يعني حاولت أجري بسرعة عشان نخلص الرسالة دي، فإذا كان حد عنده تعليق أو سؤال في دقيقتين كده ممكن يعني. رسالة جميلة بتسمونا. في حاجة لفتت نظري عن العبودية. فيليمون كان راجل كويس، وواضح أنه كان تلميذ لبولس الرسول، إلا وإذا كان عنده عبيد يعني. واضح أن نظام العبودية كان زمان موجود وقانوني وشرعي، ولكن بيحدد من حرية الشخص يعني. برغم ممكن يكون السيد بيعامل العبد كويس وكل حاجة، بس يعني محدد حريته. رب بيحدد حريته يعني، ما فيش حرية كاملة يعني. الرب يسوع جه وكان التركيز كامل على خلاص الإنسان، ما يكونش عبد. حرية بقى من عبد الخطية. فبس ما كانش في رسالة واضحة تقول يعني نمنع عبودية الإنسان للإنسان أو كده يعني. طبعا ده كان وضع مدني موجود، لكن القديس بولس الرسول أكد، كان بيبعت دايما في رسائله يقول أيها السادة تعاملوا مع العبيد بالرفق، ما تستغلوش إنه دول عبيد عندكم، والعبيد يقول لهم كده. لكن في نفس الوقت كان يرفع الاثنين ويقول لهم إحنا بقينا في المسيح ما فيش لا رجل ولا ست ولا عبد ولا حر ولا يوناني ولا يهودي ولا بربري ولا سكيثي، احنا بقينا كرامتنا واحدة في المسيح، لأن المسيح اشترانا كلنا وخلنا أعضاء في جسده. لكن الوضع المدني المتواجد في العالم نتكيف معاه ونعيش بالمحبة وبالرفق وبالاحترام وبالأمانة، حتى يعني الوصايا بتاعت العبيد والسادة في منها كتير قوي في رسالة أفسس وفي رسالة كولوسي بالتفصيل يعني. يقول لهم، يقول للسادة اتعاملوا كويس لأن كنتوا ليكوا سيد في السماء، ما تقصوش على العبيد. وللعبيد يقول لهم اتعاملوا مع السادة كأنكم تتعاملوا مع ربنا، لا بخدمة العين، مش عشان يشوفوكوا ولو مش شايفينكوا تعملوا حاجات غلط من وراهم، لا، اتعاملوا انتوا ليكوا، انتوا بتتعاملوا مع ربنا،
كأن العمل ده لربنا وهكذا. فده كان وضع مدني. نشكر ربنا أن البشرية ترقت ترقت، ما بقاش في حاجة اسمها ملكات اليمين، وما فيش حاجة اسمها عبيد وسادة، وما فيش حاجة اسمها جواري، وما فيش حاجة. الإنسان يعني طبعا ده نتيجة الإنجيل، يعني الإنجيل هو اللي رفع من شأن الإنسان وقال أن ما فيش حاجة اسمها سيد وعبد في المسيح. فالفكر نفسه لما اتزرع ارتقى، وحقوق الإنسان جات من إيه؟ أن الإنسان ده غالي. دي جات كلها، دي مبادئ إنجيلية. الإنجيل ارتقى بالبشرية فاتلغى نظام العبيد، نشكر ربنا. لكن وقتها الوصايا كانت متناسبة مع الوضع الموجود لحد لما يحصل الارتقاء، يعني اللي ما فيش يبقى سادة وعبيد. حد عنده سؤال تاني؟ يعني لما نبص على العهد القديم، العهد القديم ممكن تقريبا ربنا حط شرائع يعني للتطهير ولكل شيء، يعني فيما يخص العبادة وفيما يخص الإنسان وخلاك وحياته وعلاقاته بالآخرين. أعتقد يعني حتى الجزئية دي كان في حديث بيني وبين بعض الصحاب المسلمين، يعني القرآن يحط قوانين، أنت تعمل كذا ده حلال ده حرام ده حلال ده حرام. أعتقد في العهد الجديد المسيح كان بيتكلم عن خلاص الإنسان، لكن ما كانش بيربط قوانين يعني اللي هو ده حلال وده حرام. أعتقد يعني ما كانش ده مهتم قوي، بدليل إن هم دايما يعني كانت نوع من الدعابة بيني وبين أصحاب المسلمين، يقول لك أنتوا بتوع أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني أنتوا ملكوش ضابط ولا رابط في الحياة المدنية، يعني أنتوا بالقانون المدني، يعني ملكوش قانون إلهي يحتم ده. فمش عارف هل المسيحية فعلا في العهد الجديد ما تهتمش بالأمور المدنية أو تقول ده حلال وده حرام؟ إزاي؟ في نظام طبعا، ندي الكرامة لمن له الكرامة، ونتعامل بالعدل، ونتعامل بالمحبة وبالاحترام، وكل واحد. بس في نقطتين عايز يعني انت لمستهم هقولهم بسرعة. في العهد القديم كان في نظام عبيد، لكن كان ربنا بيحترم حتى العبد وموصي شعبه في الوصايا العشرة مثلا، يقول لهم ما تشتهيش حاجة مش بتاعتك، ويوم السبت ترتاح انت وعبدك، مش عبدك تشغله وانت ترتاح. حتى الحيوانات بتاعتك اللي بتخدمك في الحقل ترتاح. ربنا كان مهتم. في العهد الجديد السيد المسيح ارتقى بينا مش من مستوى العبودية المادية، لكن من عبودية الخطيه. وهو قال كده، قال أنا جاي عشان أحرر، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. من يعمل الخطية هو عبد للخطية، اللي بيعمل حاجة هو مستعبد ليها. لكن لو المسيح جاي عشان يحررنا. أما الأمور المادية دي فالبشرية بتاخد وقتها شوية شوية، لكن بترتقي شوية شوية لما بتحط المبادئ بتاعة المسيح اللي زرعها فينا، اللي فيها المحبة، اللي فيها التسامح، اللي فيها العدالة، اللي فيها ما نخلطش أمور ببعضها، حاجة قيصر تروح لقيصر وحاجة ربنا تروح لربنا، وإن احنا نكون أمناء في أعمالنا، إن احنا نتاجر بوزنتنا، إن احنا ما نظلمش، إن احنا ما ندينش. المبادئ دي هي اللي تأسس عليها مبادئ حقوق الإنسان. يعني يا استاذ بني انا عايز اسال سؤال، هل احنا في المسيحيه او في العهد الجديد احنا ما عندناش مبدا الحلال والحرام؟ احنا عندنا كل ان ربنا ادانا كل حاجه، ولكن ليس كل شيء يوافق او يليق. يعني ساعات بجيت كونفيوزد ما بين الفلسفتين. دخلت هي القصه، احنا كلمه حلال وحرام دي حاجه مش في موضوعنا دلوقتي خالص، مش في القصة بتاعت المبادئ والسيد والعبد، ده موضوع تاني. ما عندناش في المسيحية حاجة نجسة وحاجة، لكن الخطية طبعا خطية، تبقى حرام، تبقى
انحراف عن الطريق السليم تبقى حرام طبعا، الخطيه تبقى حرام. عشان كده قال كل الاشياء تحل لي، لكن اللي ما يحلش هو اللي ما يبنيش، اللي ما يوافقش، ما يلقش اولاد ربنا، اللي يتسلط عليه. الخطيه بتتسلط، من يعمل الخطيه هو عبد. فده طبعا لا، ما فيش حاجه نجسه، لانه المخلوقات الماكولات ما عندناش حاجه زي كده. الرموز بتاعت العهد القديم كل الشرائع كان ليها مدلولات ورموز، لكن في العهد الجديد المسيح طهر كل حاجه وقال لنا كل ما يدخل الفم لا ينجس، بل ما يخرج هو اللي بينجس، لانه من القلب يصدر. من القلب تخرج افكار شريره وحسد ونجاسات وطمع وحاجات وحشه. طيب تفضلوا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا ربنا الحبيب يسوع، نشكرك من كل قلوبنا على محبتك وترتيباتك. اشكرك يا رب انك بتغذينا بحبك. افتح اذهاننا دايما يا رب عشان نشبع من كلامك وندوق يا ربي الحريه الحقيقيه بالتمسك بوصاياك، بتقديس حياتنا ليك، بعمل نعمتك وعمل روحك فينا، نتذوق الحريه الحقيقيه ولا يتسلط علينا شيء. قدس حياتنا، احفظنا نمين في محبتك وفي معرفتك كل يوم. بركة أمنا الست العذراء، بركة كاروزنا مريم مرقس، كل مصافي الملائكة والقديسين، بركة الشهيد أبو سيفين شفيع هذه الليلة. استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. حبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. في لقمة بركة.